ما مصلحة بعض دول المنطقة في تمويل ورعاية وحماية تنظيمات إرهابية لم ينتج عن مشروعها سوى التكفير والقتال؟ أين وصلت الجهود العربية والدولية في مكافحة خطر تلك الجماعات؟ وهل نحن على أبواب طي حقبة سوداء للانطلاق نحو مواكبة العالم علميا واقتصاديا؟ وفي فقرة سوالفكم، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: الشباب العربي يجدد اختيار دولة الإمارات أفضل مكانا للعيش للعام السابع. حياكم الله في هذه الحلقة من برنامج فرسان الإمارات، والبداية مع ضيف الفرسان سعادة الدكتور فيصل عبيد العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان، فلنتابع. رغم الجهود الإماراتية والخليجية والدولية لوقف تمدد التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها ومدى يد العون للأشقاء في الصومال واليمن وغيرها من البلدان المتضررة من إرهاب تلك التنظيمات، كيف خططت التنظيمات الإرهابية لأعمالها الإجرامية؟ من يساعدها ومن يدعمها؟ وما مدى نجاح الجهود الدولية في مكافحتها والحد من إرهابها على شبابنا ومجتمعاتنا؟ أرحب بضيف الفرسان سعادة الدكتور فيصل عبيد العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان. يا مرحبا بك دكتور. مرحبا وسهلا أخي العزيز. نتعرف على سيرة سعادة الدكتور فيصل عبيد العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان في السطور التالية. مرحبا فيك مرة ثانية دكتور. دكتور، كيف ترى الأحداث الأخيرة في الصومال؟ ومن المسؤول عن تعرض القوات الإماراتية للاستفزاز رغم الدعم الإنساني واللوجستي التي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء في الصومال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الموضوع غريب جدا وكان مفاجئ، خصوصا حينما نقوم بقراءة العلاقات الدبلوماسية ما بين الإمارات وجمهورية الصومال، نجد أن هذه العلاقات جدا متينة على مر التاريخ منذ عام 1971، كما أن الإمارات لها مواقف جدا مشرفة تجاه القضايا الوطنية الصومالية، لكن واقع الحال يقول على أن الصومال تعيش تحديات مركبة سياسية اقتصادية وأمنية، والصومال لا زالت تعيش تبعات الحرب الأهلية التي بدأت في عام 1990، بالإضافة لذلك على أن الصومال أعتقد أن وضعها أسوأ مقارنة بدول القرن الأفريقي أثيوبيا وكينيا وأريتريا وجيبوتي. لكن لا يمكن تفسير ما حدث إلا أن هناك طرف ثالث وطرف رابع أيضا في العلاقة ما بين أو العلاقة التي جمعت ما بين الإمارات والصومال. هناك من حاول أن يعبث في العلاقات الودية التي جمعت الطرفين وحاول أن يفسد فيها، لا يفسر الموضوع إلا بهذا المنحنى. دكتور، قبل أن نسأل عن الجهات الحريصة على الإضرار بالعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، نتوقف على أبرز ما قدمته دولة الإمارات للأخوة في الصومال. حقيقة أخي العزيز أن الإمارات كانت ولا تزال داعمة لجميع جهود ومبادرات المصالحة الوطنية في الصومال، سواء كانت داخلية أو خارجية. بالإضافة لذلك قامت الدولة بالاستثمار في قطاع البنية التحتية، هناك طريق يمتد إلى 160 كيلو ربط المدن مع بعضها البعض وسهل من عملية العمليات أو المساعدات الإنسانية. بالإضافة لذلك قامت الدولة مشكورة بالاستثمار في القطاع الصحي، لدينا مستشفى للطفولة والأمومة، هناك أيضا مستشفى ميداني آخر كان يستقبل 200 حالة بشكل يومي، كما أن الإمارات أيضا قامت بعدة حملات إغاثية للشعب الصومالي كانت تتعلق بموضوع المجاعة. أعتقد أن كان آخر هذه الحملات في عام 2017 بالتحديد في شهر 5، ونحن أيضا هنا في هذه المؤسسة قمنا بحملة على مستوى المؤسسة، يعني أنا أتذكر ذلك جيدا. بالإضافة لذلك قامت الدولة أيضا بالاستثمار في القطاع الزراعي، و
أنشأت مصنع سكر فتح المجال لفرص وظيفية للأخوة الأشقاء في الصومال، كما قامت أيضا مؤسسة خليفة الأعمال الإنسانية بالاستثمار ببناء أكبر صدخرة ثانية في الصومال. وقامت الدولة أيضا ضمن الجهود الدولية الرامية في مكافحة القرصنة في المحيط الهندي وبحر العرب وبالقرب أيضا من الشواطئ الصومالية، شاركت ضمن هذه الجهود. أنا أتذكر أن في عام 2011 كانت عدد هجمات القرصنة يصل إلى 250 وأكثر. بعد تكاثف الجهود الدولية وصلت إلى مستويات جدا متدنية، يعني أعتقد في 2013 إلى 2014 كانت بحدود أقل من 5%. هناك جهود جدا جبارة قامت فيها الدولة بالإضافة إلى الدول أيضا العالمية الأخرى. اليوم المجتمع الدولي يحترم ويقدر جهود الإمارات حيال ما قدمته في الصومال، كما أن الأمم المتحدة أيضا تقدر هذا جليا. الإمارات أيضا قامت بتدعيم الجيش الصومالي وكانت تسعى لبناء جيش وقوات مسلحة متماسكة رادعة قادرة على ردع قوى الشر سواء كانت داخلية أو خارجية. وهناك حقيقة الكثير من هذه المبادرات والأنشطة التي قامت فيها الدولة. سعد دكتور، تحدثت عن الكثير من الوقفات اللي وقفتها دولة الإمارات مع الأشقاء في الصومال ودولة الصومال، برأيك من المستفيد من الإضرار بالعلاقات الأخوية بين الدولتين؟ أخي العزيز، حينما نقوم بزيارة الخارطة في الصومالية نجد اليوم دولتين بشكل رئيسي، تركيا وقطر. اليوم إذا نأخذ الجانب التركي، توجد سفارة جدا كبيرة من نوعها في مقديشو، هناك أيضا قاعدة عسكرية تعتبر الأكبر من حجمها خارج الأراضي التركية. تركيا أيضا اليوم لديها برنامج ثقافي وبرنامج عسكري أمني وبرنامج سياسي، هناك عدة علامات استفهام حول هذه البرنامج. كما أن أردوغان أيضا يصور نفسه على أنه هو المخلص والمنقذ للأزمة الصومالية، وذكر في عدة أحاديث له الرسمية على أن لولا تركيا لما خرجت الصومال من فوهة الحرب الأهلية. اليوم تركيا لا تريد الإمارات في الصومال، نقطة وانتهى. اليوم الإمارات بوجودها في الصومال سوف تكشف النوايا التركية سواء كان في الصومال أو في القرن الأفريقي أو حتى في القارة الأفريقية. الجانب الآخر قطر، أقدر أقول لك أن أينما وجدت قطر اليوم وجد الإرهاب والفوضى السياسية. قطر اليوم داعمة لحركة الإصلاح الأفريقية، داعمة لحركة تحرير الصومال، داعمة أيضا بشكل مباشر لحركة شباب الصومال التي تعتبر فرع من أفرع القاعدة في القارة الأفريقية، داعمة أيضا لبعض العشائر والقبائل التي تحاول زعزعة الأمن في الضواحي والأراضي الصومالية، وتحاول أيضا أن تثير القلاقل بين الصومال والدول المجاورة. حقيقة لما خرجت قطر من دائرة قوى التحالف في اليمن كان لها أثر إيجابي كبير، يعني استطعنا في اليمن أن نقدم أو نستطيع السيطرة على أكثر من 85% من الأراضي، والآن تملكها أو تحكمها القوى الشرعية. خروج قطر كان له الأثر الإيجابي، كانت قطر تلعب دور خلينا نقول بالإنجليزي الترانسبورتر، ينقل المعلومة إلى الحوثيين الإيرانيين، إلى إيران، إلى القاعدة، إلى الإخوان أيضا. لكن اليوم قطر موجودة في الصومال، أنا أعتقد سوف يؤثر على الصومال، سوف يؤثر على أيضا على الوضع الأمني في اليمن، سوف يؤثر أيضا على الدائرة المحيطة بمضيق باب المندب. دكتور، بعض قيادات الإخوان دعم أساسي لتواجد تنظيم القاعدة في اليمن ومنها المكلة، ما سبب هذا الدعم وما إمكانية نجاحه ومن يمكن أن يكون خلف هذا الدعم؟ لو نرجع إلى التاريخ، في نهاية السبعينات وفي بداية الثمانينات كانت هناك ملتقيات في دول أوروبية وفي أمريكا، على سبيل المثال في أوكلاهاما وفي أنديانا. أحد التجمعات وجد فيه 7000 شخص من الإخوان المسلمين، رجال ونساء،
ملتقى كبير، عبد الله حزام كان واحد منهم. المهم أن معظم هؤلاء انتقلوا للقتال في أفغانستان، معناته اليوم الفاونديشن هو فاونديشن إخواني للقاعدة. أيمن الظواهري قيادي في الإخوان وأصبح قيادي في القاعدة وزعيم تنظيم القاعدة، أبو مصعب السوري أو ما يسمى بمصطفى عبد القادر الست مريم، هذا كان ضمن الطليعة المقاتلة في سوريا يقاتل الحزب الحاكم في تلك الفترة، وانتقل وأصبح من الدائرة المغلقة لأسامة بن لادن. أيضا عمر عبد الرحمن الذي حاول أن يدبر عملية اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أفريقيا، هذا كان إخواني وأصبح قيادي في تنظيم القاعدة. هناك ارتباط وثيق. أسامة بن لادن في نهاية الثمانينات عرض على عبد المجيد الزنداني الاندماج ما بين القاعدة والإخوان، وكان عرض الزنداني لأسامة بن لادن أن الجناح العسكري سوف يكون تحت قيادة أسامة والجناح السياسي سوف يكون تحت قيادة الإخوان في اليمن، إلا أن أسامة أراد أن يكون الجناح العسكري والسياسي تحت قيادته، فاختلف الطرفان. عبد الله حسين الأحمر طبعا كانت له رؤية ثانية في هذا الموضوع، أراد أن يخلق التجمع اليمني للإصلاح من رحم المؤتمر الشعبي، لن أخوض كثيرا في هذا الموضوع. فما حدث في المكلا، نحن فعلا وجدنا البراهين والوثائق التي تدل على الدوائر المشتركة ما بين القاعدة وما بين الإخوان أو الإصلاح في اليمن، لكن الموضوع لم يكن مفاجئا لنا. سعد الدكتور، وصفت عملية المكلا بالناجحة على حد قولهم، تبعتها عمليات أخرى أيضا في عام 2018، كيف ترى محاربة التنظيم الإرهابي في اليمن؟ في عام 2015 و2016 حاول تنظيم القاعدة بالاستعانة بأنصار الشريعة وأبناء حضرموت بتشكيل إمارة لهم في المكلا، والمكلا اليوم تعتبر ثالث أهم مدينة في اليمن ما بعد صنعاء وعدن، تجي المكلا. تنظيم القاعدة حاول أن يكرر سيناريو داعش في سوريا والعراق، كانت لديهم مقدرات تصل إلى 100 مليون دولار بالإضافة إلى المخزون العسكري التي تركتها الحكومة الغير شرعية بقصد أو بدون قصد في تلك الفترة. المكلا كادت أن تكون مركز القاعدة الاستراتيجي في اليمن مثل ما كانت الرقة مركز داعش الاستراتيجي، لذلك قررت الإمارات بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وقوى التحالف والقوى الشرعية والقبائل الحضرمية بتطهير المكلا من القاعدة وقياداته، ونجحت فعلا العملية في عام 2016، واستمرت العمليات إلى أن الربع الأول من عام 2018، وكانت هناك أيضا عمليات ناجحة في شبوة وفي أبين وفي وادي المسيني في حضرموت. دكتور، لماذا تعتبر اليمن بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية من رأيك؟ حقيقة لما نقوم بقراءة أدبيات القاعدة لمنظرها الاستراتيجي مصطفى عبد القادر، ونحاول أيضا أن نتعرف على عقيدة القاعدة، نجد أن اليمن كانت ولا تزال المكان الأكثر ملائمة للبقاء والاستقرار والاستمرار والانطلاق أيضا، لعدة خصائص استراتيجية ممكن ألخصها بثلاث عناصر. أول حاجة اللي هو العنصر البشري أو العنصر الديموغرافي. في اليمن اليوم 25 مليون نسمة، 80% منهم تحت خط الفقر، يعيشون المجاعة، عاطلين العمل، قادرين على حمل السلاح، مقاتلين أشداء، وأيضا يكونون الكره الشديد للحكومة السابقة، تعتبر هذه الشريحة أن الحكومة السابقة سلبت حقوقها وشرعيتها وأمورها، تعتبر هذه الشريحة مهيئة جدا أنها تكون، نعم، بالتالي التجنيد في هكذا شريحة دائما ما تكون سلسة وناجحة، غير لما تقوم أنت بتجنيد في مجتمع، في حضارة، في رفاهية. صحيح. فهذا جدا عامل مهم للتاريخ أيضا، يعني معظم الأشخاص اللي ذهبوا للقتال في أفغانستان يعني لم تجرهم العملية موضوع إسلام أو جهاد، كانت هناك المادة، نعم، تلعب دور رئيسي. يعني أنا أذكر قريت في بعض التقارير هناك 500 دولار ل 1000 دولار شخص لا يعمل،
راح بالنسبة له هذا يعتبر رقم كبير، رقم كبير في الثمانينات. فالعام المادي لم تكن المبادئ هو السبب الرئيسي للذهاب إلى أفغانستان. العامل الثاني هو العامل الجغرافي. بن لادن لما ترك السودان في عام 96 واتجه إلى أفغانستان وحل في جلال أباد، التقى بالملا نور الله. الملا نور الله هذا أعطاه قصر من قصور الملكية السابقة في أفغانستان. بن لادن ترك القصر وراح لتورا بورا. الملا نور الله قال له أنا بعطيك جبل من جبال تورا بورا سمي جبل بن لادن. لماذا؟ لأن بن لادن نوى النية في 96 لشن هجمات 11 من سبتمبر، فأراد جبال يختبئ بها لأنه يعلم أن ردة الفعل سوف تكون قوية جدا. بن لادن لم يقتل في تورا بورا، قتل في باكستان. يعني معناته التضاريس المعقدة جدا ما هي جاذبة بالنسبة للتنظيمات الإرهابية. لذلك في عقيدة القاعدة اليوم المملكة العربية السعودية هدف، بلاد الحرمين الشريفين هدف، التسيطرة على الجزيرة العربية هدف. اليمن اليوم هناك 3000 كيلو متر تربط اليمن بسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بالتالي اليمن بالنسبة للتنظيمات نقطة انطلاق بالنسبة لهم. هل من الممكن دكتور أن نلخص حقيقة وضع التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة وتنظيم الإخوان وغيرها وما يتفرع منها من تنظيمات إرهابية؟ حقيقة اليوم عدد التنظيمات الإرهابية تجاوز عدد الدول العربية، يعني هذه أصبحت حقيقة. لكن هناك تنظيمات رئيسية، حزب الله، الحوثيين، الحشد الشعبي، القاعدة، داعش، الفاطميون، حركة طالبان، وهناك أفرع كثيرة منهم. لم نتكلم عن تنظيم داعش في اليمن، وأحب أن أتطرق لهذا الموضوع. تنظيم داعش اليوم في اليمن أعتقد أنه لم يحقق النجاح الذي يطمح له مقارنة بنجاح داعش في سوريا والعراق أو حتى داعش أفغانستان ما يسمى بخراسان. وأنا أتكلم عن النجاح والفشل بتصور النجاح والفشل بالنسبة للتنظيمات الإرهابية لعدة أسباب استراتيجية. أول حاجة وجود قوات التحالف أصبحت درع حصين لليمن، وهذا عامل جدا مهم. ثاني حاجة الانشقاقات الآن اللي موجودة في ضمن تنظيم داعش في اليمن. هناك انشقاق كان ضد أبو بلال الحربي، مع أن البغدادي كان داعم رئيسي للحربي، إلا أن المقاتلين الذين لا يتجاوز عددهم 100-200 مقاتل لم يكن راغبين في قيادة الحربي الذي هو منشق من تنظيم القاعدة لقيادة داعش. العنصر الثالث ألا وهو منهجية أبو بكر ناجي اللي هي ما تتعلق بالتوحش والتطرف، كانت منهجية سلكها داعش اليمن لكن لم تكن جاذبة في عملية التجنيد، كانت طاردة. لذلك عدد المقاتلين لم يتجاوز 200، في حين أن في تنظيم خراسان في أفغانستان هناك 2000 مقاتل من غير الأفغان و1500 مقاتل من الأفغان. أعتقد أن داعش سوف يقوم بإعادة أوراقه مرة أخرى مثل ما القاعدة أعاد تنظيم أوراقه. أنا أسمي داعش في اليمن مثل التنين الناعم الذي ممكن أن يستيقظ في أي لحظة. ويجب أن لا نعيد خطأ هيلاري كلينتون في العراق حينما قالت أن تنظيم داعش هو تنظيم هاوي مثل تنظيم القاعدة، وبعد فترة أصبح تنظيم داعش يمتلك نصف مساحة سوريا ونصف مساحة العراق بدولة بحجم دولة بريطانيا. دكتور، إلى أي مدى نجحت الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والحد من جرائمها؟ أنا أعتقد أن مقارنة بعام 2016 الجهود الدولية فعلا في الشرق الأوسط حققت نجاح جدا كبير لعدة أسباب يعني معروفة لدى الكل. لكن أنا ما يشد النظر لدي اللي هو الوضع في أفغانستان بشكل عام. وضع في سوريا والعراق في تقدم ملحوظ ولو حتى كان بطيء، الوضع في اليمن أيضا تقدم ملحوظ، لكن الوضع في أفغانستان إيران خلقت الفاطميون الآن الذي يعتبر كالحوثيين في أفغانستان.
أو كالحشد الشعبي في العراق أو كحزب الله في لبنان، والآن تم خلق أيضا الزينبيون وهم من فئة الهازارت الشيعة في أفغانستان، قاتلوا جنبا إلى جنب مع الحشد الشعبي. هؤلاء الفاطميون والزينبيون سوف يرجعون إلى أفغانستان في يوم ما، هل سوف يقوم بتشكيل قوة كقوة الحوثيين في أفغانستان؟ هذا سؤال. الآن أيضا طالبان في أفغانستان أصبحت تتحكم ب 70% من المساحة الجغرافية في أفغانستان. طالبان اليوم بتنسيق وثيق مع إيران ومع روسيا، القاعدة اليوم تعتبر الهيكل الاستشاري لطالبان. الملا محمد يعقوب ظهر ابن الملا محمد عمر وأصبح قائد لتنظيم عسكري ضمن تنظيم حركة طالبان، وأصبح بدعم من سراج الدين حقاني قد يكون القائد الملهم بالنسبة لحركة طالبان. طالبان اليوم لديهم مكتب في قطر، قطر أيضا تتجول في أفغانستان عن طريق السفير القطري المعروف. داعش اليوم قوة لا يستهان فيها، تبحث عن الموارد. نعم، داعش استهدفت في شهر إبريل من عام 2018 في 30 إبريل بالتحديد بالقرب من مبنى الاستخبارات الأفغانية، يعني ضربة جدا موجعة في كابل، وأيضا كانت لهم هجمة أخرى في بداية إبريل. هل الآن الوضع في أفغانستان سوف يجرنا إلى حرب أخرى كالتي شهدناها بين أحمد شاه مسعود والملا محمد عمر في فترة التسعينات؟ هل هناك سوف تكون حرب بالوكالة ما بين الأطراف، الهند وباكستان وروسيا وبالإضافة لذلك الصين وإيران في أفغانستان؟ سعد دكتور، تحب تتفضل بكلمة أخيرة للمشاهدين؟ نعم، جرني قبل فترة مقال لأحد الكتاب الأمريكيين عن قطر، لم نتحدث عن قطر كثيرا، وذكر أن ماذا تنتظر قطر من المقاطعة الخليجية ومصر، فذكر أن قطر لديها الآن مخزون من الغذاء وغيره. قطر اليوم آمالها كلها تنصب في تغيير ترامب في الفترة التي سوف من سوف يأتي بعد ترامب، لأن فقدوا الأمل في الحكومة الحالية. فيقول أن هذا يعني يعتبر من الغباء السياسي، أنك أنت تعطي وزنك كله في مستقبل غير معلوم، وعلى أساس أن ترامب لن يحكم فترة ثانية. يعني الدكتور فيصل عبيد العيان، نائب رئيس أكاديمية ربدان، شكرا جزيلا لك على وقتك الثمين وإثراء حلقة برنامج فرصة الإمارات. أشكرك يا أخي العزيز، وإن شاء الله أن نكون موفقين إن شاء الله في هذه الحلقة. جزيل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور فيصل عبيد العيان. أما الآن فقرة سوالفكم عند أخوي حسن. شكرا أخوي طارق، بالتأكيد اللقاء كان شيق، يعني لو تطلعنا على هذا الحوار وكيف كان مع سعادة الدكتور فيصل. بصراحة سعادة الدكتور أبهرني جدا بمعلوماته عن الجماعات الإرهابية وما كان تواجدها وأهدافهم وأجندة الجماعات هذه. بالتأكيد يعني أكاديمية ربدان اليوم تعد كوادر وطنية مؤهلة في مجال الدراسات العسكرية والأمنية، كل التحية لأكاديمية ربدان. بداية مع إشارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى اطلاع سموه على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي الذي تعده بيرسون مارستيلر، والذي أكد حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى لدى الشباب العربي كأفضل مكان للعيش. وجاء في تدوينة على حساب سموه في تويتر: اطلعت اليوم على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي الذي تعده بيرسون مارستيلر للعام العاشر في 16 دولة عربية، وللسنة السابعة على التوالي تأتي الإمارات الدولة الأولى بالنسبة للشباب العربي كأفضل بلد للعيش، تليها الولايات المتحدة وكندا.
من جانب آخر أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الله عز وجل من علينا بقائد حكيم وأكرمنا بقيادة سارت على نهجه حتى بلغنا مكان مرموقة، وجاء في تدوينة على حسابه سموه في تويتر: لقد من الله علينا بقائد حكيم وأكرمنا الله من كرمه، فخلفه خلف ساروا على نهجه وخلدوا منجزات عهده حتى بلغنا بهم مكانة مرموقة عز لها النظير، فهنيئا لنا بمئة عام من الازدهار والتقدم والانفتاح. كما أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن اعتزازه بالشباب الإماراتي المتخصص في علوم العصر، وذلك بمناسبة تخريج أكثر من 600 طالب بالتزامن مع ذكرى ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وجاء في تدوينة على حساب سموه في تويتر: تحت رعاية محمد بن زايد شهدنا تخريج أكثر من 600 طالب وطالبة من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشعارهم جميعا على خطى زايد: نعتز بهذه الأجيال من الشباب المتخصصين في علوم العصر وتخرجهم في ذكرى ميلاد زايد، يلقي على عاتقهم مسؤولية مضاعفة بأن لا يقبلوا سوى التفوق منهجا والنجاح طريقا. من الجانب السياسي، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن أيام التمرد الحوثي باتت معدودة، وهو الهدف الذي تسهم دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيقه وصولا إلى الهدف الأسمى، وهو عودة اليمن لشعبه بكامل ترابه حرا أبيا، مشيرا إلى أهمية اليقظة من الذين يسعون إلى تقويض الجهود للحفاظ على مصالحهم الحزبية. وجاء في تدوين على حسابه في تويتر: علينا جميعا أن نكون يقظين من الذين يسعون إلى تقويض الجهود وهمهم الحفاظ على مصالحهم الشخصية والحزبية، فأيام التمرد الحوثي معدودة، وهزيمة التمرد هو هدفنا الأسمى، ويبقى اليمن بكل ترابه لشعبه حرا أبيا. وفي تأكيد على أن الشباب هم أمل الوطن، أكد معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات أن الشباب هم أمل الوطن، وهم الثروة الحقيقية التي نفخر بها لدفع عجلة التقدم. وجاء في تدوينة على حساب معاليه في تويتر: الشباب هم أمل الوطن في بناء غد أفضل، ورهان دولتنا الحقيقي لننافس بمهاراتهم وقدراتهم العالم. هم الثروة التي نفخر بها لتحمل على عاتقها دفع عجلة النمو والتقدم، ليكونوا قادرين على ابتكار حلول للتحديات التي تواجههم وتصل بهم إلى المستقبل الذي يطمحون إليه، في هاشتاغ استطلاع رأي الشباب العربي. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام الحلقة الأخيرة من هذا الموسم، في أمان الله ومبارك عليكم الشهر الفضيل. كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.